وفي حاجات من الثانية تاني، بس أنا متأكد دي بعض الناس ممكن ما تبقاش عارف. نمرة واحد، عايزين نفرق بين كلمة أكشن بوتنشال وكلمة لوكال ستيت أو لوكال ريسبونس. مين فاكر الكلام ده؟ مين يقدر يقول لي الفروق بين الأكشن بوتنشال واللوكال ريسبونس؟ تمام، قال لي فرقين مهمين أوي. اول مالو مفيش اول مالو في المال دي اغلب الحاجات الصح. بص معايا، احنا بنفتكر عشان بوتنشال بايه وفي سهله جدا. الايه اول اول مالو ابسوليوت ريفلكتوري كيرف. تمام، يبقى يبقى حرف الايه يفكر بحاجتين، ان في اول مالو وفي ابسوليوت ريفلكتوري كيرف. حرف البي يفكر بالبروباجيت. تعال نتكلم على كل حاجه شويه. هو كيف بتقول ان هو يعني ايه؟ يعني ليه شكل ثابت وقوه ثابته وسرعه ثابته. بغض النظر عن الكاميرا كان كام، بشرط ان هو يكون فوق الفريشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي مثلا لو انتم فاكرين من سالب 90 الى سالب 65، لو وصلت لسالب 65 يعني 25 مللي فولت، لو وصلت ل 25 مللي فولت او وصلت ل 30 مللي فولت او 40 او 50 او 60 مهما كانت الكاميرا وده هو الستريشن، هيديني هذه القوة من اكشن بوتنشال اللي هي ما بين سالب 65 الى فولت الستريشن 35. شوف الارقام دلوقتي خالص، بس المهم الفكرة. طيب كلمة اورلاندو دي عكسها، يعني عكس اللي فيه اورلاندو ان هو يبقى متجدد، ان هو يبقى جرين. يبقى ما دام في اورلاندو يبقى على طول نوت جرين، صح كده؟ طيب ابسوليوت ريفلكتيف فيلد يعني ايه؟ يعني اثناء حدود الاكشن بوتنشال في فتره معينه نرجو فيها الاستجابه لاي التمره الجديده. طب ما دي معناها انك انت لو جبت التمره الجديد عليه مش هيحصل له صمشن، مش هيضيف حاجه، مش هيضيف جديد. يبقى كلمه ابسوليوت ريفلكتيف فيلد معناها ان هو نط صمشن. طب بروباجيتد يعني ايه يا دكتور؟ بروباجيتد خد بالك من معنى الكلمه، مش ان هو بيتحرك على جنب في النيورون بتاعته. كلمه بروباجيت قصدنا بيها ان هو من نيورون لنيورون 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 للبرين، او العكس من البرين رايح مثلا موتو السكيلت المصل يمشي في اعصاب. يعني بروباجيت يعني منتشر في البرين كله. ليه؟ لان هقول لك دلوقتي اللوكال ستيت موجود في نيورون اهي، بيتحرك في النيون نفسها. هتقول لي الله، طب ما هو كده بيتروفاجيت. قلت له لا، دي ما اسمهاش بروفاجيشن، دي اسمها لوكال سبريد. يبقى تعالى بقى نتكلم على اللوكال سبريد. هل في اي او بي؟ يعني واحد كده يقول انا هحفظ بطريقه سهله الاكشن بوتنشال، اي حاجه اقولها اي او بي بتابع الاكشن بوتنشال. يبقى في اولو نالو، في ابسوليوت ريفيرتي بيريود، وبروفاجيتد اي او بي نوت جريد ما فيهاش جي، نوت فاميلي ما فيهاش اي. احسب الكلام ده كله. لوكال ستيت يبقى نو اولو نالو، اللي تساوي ان هو جريد متدرج. يعني في لوكال ريسبونس ضعيف وفي لوكال ريسبونس قوي، صح؟ الحاجه الثانيه ما دام ما فيش ابسوليوت ريفراكتور بيريود، معنى الكلام ده ان هو كان بيصمد، يبقى نو ابسوليوت ريفراكتور بيريود دي على طول تساوي ان هو صمد. طمنت يعني اللوكال ستيت وهو شغال، تعالى ضيف عليه التمر الجديد تلاقي الريسبونس بيبقى اقوى. طيب هل بينتشر؟ بينتشر محليا في النيورون بتاعته اللي اسمها لوكال سبريد، دي ما اسمهاش بروباجيشن. يبقى الفروق الاساسيه احنا بنلاقي حاجات كده من السنه اللي فاتت لسه يعني ما بنلاقيش بس الكلام ده مهم جدا تبقى عارفه ولا منين بنشتغل النهارده. تمام، يبقى عندي اول نوع هو ابسوليت افكت كيرف بروباجيشن، دي مواصفات الاكشن بوتنشال بتاعته. تمام، دي اول. طيب المعلومه الثانيه عن الاكشن بوتنشال احنا عايزين نراجعها، هو الاكشن بوتنشال عباره عن دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. عموما كلمه دي بولاريزيشن بتصير من بتاع مين؟ اعرف معايا كلمه دي بولاريزيشن تعني ستيميوليشن. الكلام ده اللي مش عارفه من السنه اللي فاتت يا عم بقى. دي بولاريزيشن تساوي استيميوليشن، وهايبر بولاريزيشن تساوي انهيبيشن. دي بولاريزيشن تساوي استيميوليشن، وهايبر بولاريزيشن تساوي انهيبيشن. تمام؟ انت
الكلام ده في الجسم كله بتقول ايوه كل حته في الجسم هو الكلام ده اللي شغال دي بولاريزيشن. لو انا شفت الحاله البولر اللي هي بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، لو لغيت الكلام ده يعني دخلت بوزيتيف انسايد عملت دي بولاريزيشن دي كاوت سيميوليشن. هل الكلام ده في استثناء؟ ايوه في مكان في الجسم واحد العكس الهايبر بولاريزيشن بتاعه هو الاستيميوليشن، يبقى الا على الفوتو ريسبتور. على فكره الاستثناء الوحيد يبقى لما بيحصل ستيميوليشن للفوتو ريسبتور باللايت هيحصل لها هايبر بولاريزيشن اللي هو هنا يساوي ستيميوليشن. في استثناء واحد في استثناء واحد للقاعده دي خلاص. يبقى الكلام ده مهم قوي، لازم ابقى عارفه، لازم ابقى عارف القصه بتاعت الاكشن بوتنشال ايه الفروق بينها وبين اللوكال ريسبونس. وهنعرف معلومه جديده اول مره نعرفها النهارده، ان الديبولاريزيشن بتساوي ستيميوليشن في كل حته في الجسم، احنا عارفينه من زمان الا مكان واحد اللي هو الفوتو ريسبتور. لما تبقى ستيميوليشن بيحصل لها هايبر بولاريزيشن. طيب المعلومه اللي بعد كده، انا مش حاسس بغيران من السنسوري. الكلام ده هناخده في السنسوري من يبدا من الاولاني مع بيت السبب. هنعرف ان في عندنا حاجه اسمها كيميكال ترانسميتر. هقول يا دكتور طب ما احنا عارفين الكلام ده من سنه كام؟ انا عايز نشيل اسبايك ويل للجانجليا وللبوست جانجليونيك باراسمباثيك وبعض البوست جانجليونيك سمباثيك، وعارف ان في كاتيكولامين نور ابنفلين، وعارف ان اسبايك ويل موجود في ال 115 مش اه ده اللي احنا خدناه في الاجابات. الحاجات الاماكن القليله في السي ان اس اللي خدناها، السي ان اس فيه اكثر من 100 كيميكال ترانسميتر. احنا خدناهم فين؟ كتير قوي بقى، هنتكلم برضه مش على كلهم برضه تاني بعضهم. ولكن هنعرف بقى معلومه ان في كيميكال ترانسميترز بتبقى اكزايتاتوري يعني بتشغل النيورون اللي هي بتشتغل عليه، وفي كيميكال ترانسميترز هتبقى انهيبيتوري. واتكلمنا في الجزئيه دي امبارح، قلنا ان في حاجه اسمها انهيبيشن في التيمر، ان انا ممكن استجيب بالخلايا تشتغل وممكن اعمل انهيبيشن. وخدنا مثال اسمه لابل انهيبيشن، ده مثال في انهيبيشن حاجات كتير. طيب اغلب الكيميكال ترانسميترز اكزايتاتوري ولا انهيبيتوري؟ غلط غلط. يبقى اغلب الكيميكال ترانسميترز ميكسد، يعني مفيش حاجه اسمها تعمل اكزايتيشن وانهيبيشن مع بعض. ميكسد يعني ساعات تعمل اكزايتيشن وساعات تعمل انهيبيشن. بالظبط كده. يبقى الكيميكال ترانسميتر على الريسبتور الواحد اكشن واحد طول عمره على فكره. يعني في كده المليون دي بتطلع طول عمرها كيميكال ترانسميتر معين على الريسبتور ده، دايما بيعمل اكشن واحد خلاص. بس ممكن يكون في نيورون ثانيه بتطلع لها حاجه انهيبيتور، يبقى في حاجات بتشغلها وحاجات كمان مش الراجل شغال حاجه بتقول عايز مثال اقول لك. حاضر، فاكر لما احنا خدنا زمان خالص الاوتونوميك وقلنا الاسيتايكولين بيشغل الوول وبيفتح السفنكتر، يبقى هو نفس الاسيتايكولين استيميلاتوري للوول وانهبيتوري للسفنكتر. يبقى ما حدش يقول الاسيتايكولين ده اكزاجاتو كلمه اكزاجاتو يعني دايما اكزاجاتو، مسموح مثلا باستثناء واحد. لكن في اماكن في الجسم كتير الاسيتايكولين بيعملها اكزاجيشن، واماكن كتير الاسيتايكولين بيعملها اكزاجيشن خلاص. يبقى الاسيتايكولين يكسب. بس هل الاسيتايكولين في اي وقت هيعمل انهبيشن للوول ولا دايما اكزاجاتو للوول؟ دايما اكزاجاتو للوول ودايما انهبيتو للسفنكتر. مين اللي عكسه بالظبط؟ انهبيتو للوول واكزاجاتو للسفنكتر. هنقول الناس يبقى اغلب الكيميكال ترانسميترز ميكسد. هنحفظ بقى ان في اثنين كيميكال ترانسميتر دايما تقريبا اكزايتاتوري، وفي اثنين كيميكال ترانسميتر دايما انهبيتوري. كان هناخد السنسور احفظ معايا الانهبيتوري خدناه امبارح على فكره جرب. وفي واحد تاني اسمه جلايسين هنتكلم عنه شويه في السنسور. اما الاكزايتاتوري اسبارتيت اللي هو اسبارتيك اسيد وجلوتاميت اللي هو جلوتاميك اسيد. طب اشمعنى دول قلت اساميهم؟ لان باقي الكيميكال ترانسميترز كلهم ال 100 اللي بقيت ال 100 كلهم ال 100. مين اللي بيورلي اكزايتاتوري او بيورلي انهبيتوري؟ او ده برضه تحفظ معايا الانهبيتوري بحرف الجي ده بقى والجلايسين الاثنين. الاكزايتاتوري اسبارتيت والجلوتاميت. طيب بتقول الكلام ده ليه؟ لان هقول معلومه بقى، الجلوتاميت اكزايتاتوري. في استثناء الكلام ده اللي هو الفوتوسنتيز.
يبقى هو على الفوتو ريسبتور اكزايتوري او انهبيتوري حسب ايه؟ اولا دلوقتي ان هو لو الجلوتامين بيعمل اكزايتيشن للفوتو ريسبتور معينه يجي على اللي جنبها وهو نفسه يعمل لها انهبيشن. يبقى هو على فكره مش انهبيشن بغرض انهبيشن، ان هو اساسا اكزايتيشن. ولكن ده انهبيشن بغرض الشاطري. احنا خدنا في الاخر بقى قلنا لما بيعمل انهبيشن للاتلاتين يعني انهبيتور ايه؟ بتعمل شاطري سنسيشن. يبقى الشاطري ده ممكن يحصل عن طريق خليه مخصوص اسمها الهوريزونتال سيل خدناها امبارح. وممكن يحصل عن طريق الجلوتامين نفسه. الجلوتامين هو بيشتغل كده يقول لك بص وانا بشتغل على الخليه دي انا هبقى اكزايتيشن. يعني يبقى الانزيمز جوه الخليه انا اشتغل عليها تخلي يحصل اكزايتيشن ولا نفس الجلوتامين. شوف سبحان الله ربنا خلقه الانزيمز في الخلايا اللي جنبها مختلفه تخلي الجلوتامين انهبيتور على الخلايا اللي جنبها. طيب انا بقول الكلام ده ايه؟ انا شرحت حته كبيره للسنسور بس ما كانش ينفع ابدا اقول لك ان الجلوتامين كذا وهنا اكسبشن وانت مش عارف الاصل ايه. لو دخلت كده على الاكسبشن عم تتلخبط. فانا بقول لك لو الاصل هو انت موضوع الفوتوريسبتور دلوقتي يعني نتكلم على قاعده عامه ده الكلام اللي مش هيحصل. اغلب الكيميكال ترانسميترز بيكسب ادي معلومه يعني اكزايتاتوري في اماكن وانهبيتوري في اماكن. المكان اللي هو فيه اكزايتاتوري دايما اكزايتاتوري طول عمره. المكان اللي هو فيه انهبيتوري دايما انهبيتوري طول عمره. الخليه الواحده مثلا ادي السنتر اهو ممكن يستقبل كذا ميون منهم حاجات اكزايتاتوري بس طول عمرها كده مثلا استايكولي ومنهم حاجات انهبيتوري والكابل ان هو بنفل بس طول عمرها كده على حسب بقى الانبوت اللي جاي السبلاي اللي جاي له دلوقتي طالع له انهي كلمه ترانسميتر ده بيشغل. دي معلومات عامه وانا عايزها جنب السنسور ده كلام علينا من اساسيات السنسور. طب تعالى احفظ بقى اسامي. ما انا قلت اغلبهم ميكس مش هتقول بقى مين اسم اي كلمه ترانسميتر اقول لك ميكس الا اسبارتيت وجلوتامينت اثباتات جابا وجلايسين انهبيتور. خلص الكلام الجنرال الكلام الثاني خلص تعالى بقى نفعل شويه. احنا بنتكلم على قواعد عامه. القواعد العامه دي هي استثناءات الجلوتامين اكزايتاتور. طبعا الفوتو ريسبتور اكزايتاتور. طب هل ممكن يكون الجلوتامين انهبيتوري في بعض الاماكن؟ اه في بعض الخلايا عندنا في الريتنا الجلوتامين بيسبلاي خليه ويعمل لها اكزايتيشن ويسبلاي الخلايا اللي جنبها ويعمل لها انهبيشن. يبقى هو انهبيتوري هنا في اماكن معينه ولكن مش بغرض انهبيشن بقد ما هو غرض الشارترينج اوف فيشن. خلاص؟ طب احنا بقى النهارده كل ده كلام من جنرال من السنين اللي فاتت السنه اللي فاتت والسنسور اللي عشان ما كناش خدناها عشان السنه دي اول سنه ناخد فيها الفيشن تبدا بالسنسور. تعالى نبدا حته النهارده احنا موجودين في صف كام بقى؟ 18 اللي هي اكتب على السؤال ده اهم سؤال نظري في الفيشن وفي الفيشن كله. السؤال اللي هو الميكانيزم بتاع الستيميوليشن اوف فوتو ريسبتور اكتب صيغه ثانيه اللي ممكن يجي لك بيها السؤال. فوتو ريسبتور بوتنشال دي او الصيغه زي ما مكتوب عندنا فوتو ريسبتور بوتنشال اند سيجنال ترانسميشن ان دايركتور دي اول صيغه. الصيغه الثانيه ميكانيزم اوف ستيميوليشن اوف فوتو ريسبتور او بصيغه ثالثه ريسبونس اوف ريتنال سيل تو لايت ستيميوليشن يعني لايت ميكانيزم اوف فوتو ريسبتور ستيميوليشن وميكانيزم اوف ريسبونس تو لايت ستيميوليشن. طيب هنقرا الاربعه اللي هم عناوين اللي عندنا. اول حاجه فوتو كيميكال تشينجز او بليتشنج وهنعرف يعني ايه كذا حاجه. بعد كده جينيسيس اوف الكتريكال ريسبونس. طبعا حطيت لك نمور على السؤال ورسمت جمجمه كل اللي انت عايزه. اكتب اهم سؤال في الفيجن واحد من اهم 10 اسئله في السنه كلها. بيتكون من اربع مراحل فوتو كيميكال تشينجز بليتشنج جينيسيس اوف الكتريكال ريسبونس اكزايتيشن كاسكيد سيجنال ترانسميشن اوف ذا ريتنا. طب مش فاكر الميكانيزم اوف الريسبونس تو لايت ستيميوليشن. لو انت حصل لايت ازاي الريتنا هتستجيب بهذا اللايت. تمام؟ هقول فكره القصه الفكره الاساسيه ان احنا بيبقى عندي خدنا امبارح الاوتر سيجمنت بتاع الوز او الكون بيبقى عليه كيميكال اسمه الفوتو بيجمنت. الكيميكال ده
لما يتعرض لللايت هيحصل فيه كيميكال تشينج. يبقى دي ماده سنسيتيف لللايت، فوتو سنسيتيف بيجمنت، الضوء يعمل فيها تغيرات كيميائيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان انا عندي بغض النظر عن الكيميكال بتاع الفوتو بيجمنت، انا عندي الريتنال سيل فيها كهرباء معينه، بوتنشال معين هنتكلم عنه لوحده. يبقى في كهرباء بتحصل في الجسم. طب اللينك ما بينهم ازاي الكيميكال تشينج اللي حصل ياثر على البوتنشال؟ يعني بالطريقه دي اللايت ده نوع معين من الانرجي تحول الى كيميكال تشينج، ده نوع ثاني من الانرجي تحول الى كهرباء، في الاول اسمه ريسبتور بوتنشال لوكال ريسبونس، وبعد كده يبقى اكشن بوتنشال، يعني تحول الى كهرباء نوع ثالث من الانرجي. طب ليه القصه دي كلها اللي احنا هناخدها حالا؟ لان الجسم عندنا لا يتعامل الا بالاكشن بوتنشال. الجسم لا يعرف ضوء ولا يعرف تاتش ولا يعرف بريشر، البرين ما بيتعاملش غير دي وحده التعامل. هي بقى اصلا كانت ايه؟ مش مهم. وازاي بقى البرين بيعرف ان الاكشن بوتنشال ده اصلا تاتش ولا كده؟ هناخد ستيشن. يبقى احنا ما بنتعاملش غير بالاكشن بوتنشال. يبقى دلوقتي فكره القصه ايه؟ اول حاجه فوتو كيميكال تشينجز او بليتش. هقول لك عليك بالبليتش حاجه. دي في تغيرات كيميائيه. الحاجه الثانيه ان في الكتريكال ريسبونس، جينيتيف اوف الكتريكال ريسبونس. الحاجه الثالثه ان في اكزايتيشن كاسكيد، يعني الكيميكال تشينج اللي حصلت هتاثر على الكتريكال ريسبونس فتعمل اكزايتيشن، تعمل افكت بوتنشال ثم اكشن بوتنشال. والحاجه الاخيره اللي حصل بقى اكشن بوتنشال سيجنال لمنطقه عصبيه هيحصل لها ترانسميشن. تعالى نبدا باول حاجه فيهم الفوتو كيميكال تشينج او البليتش. احنا عندنا اتفقنا ان فيه في الاوتر سيجمنت بتاع الرود والكونز متخزن ماده كيميائيه معينه، الماده الكيميائيه دي اسمها الفوتو بيجمنت. تعال كل ده تركيبها بتتكون من جزئين، جزء بروتين اسمه بروتين الفيجن او الاوبسين. كلمه اوبتيك جايه من فيجن، اي ان في الاخر اي كلمه زي ما خدناها السنه اللي فاتت، البومين جلوبلين بروسترومبين، اي ان دي معناها بروتين. يبقى دي كلمه ترجمتها الحرفيه او معناها الحرفي بروتين فيجن اوبسين. تمام؟ الاوبشن ده موجود بره، موجود بريسر على الموليكيول وبيسراوند الجزء الثاني، والاوبشن مختلف في كل فوتو بيجن. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا. لو قلت لك ادي البروتين اللي هو الاوبشن. موجود بريسر وشكله كيرف بالمنظر ده. احنا عندنا واحد فوتو بيجمنت في الغرز. طب ما تسموهولي كده الاوبشن بتاع الغرز او الغرز اوبشن. طيب احنا المشكله ان احنا في الكونز ما عندناش ايه؟ نوع واحد، احنا عندنا ثلاث انواع من الكون اللي هم بيستقبلوا ثلاثه برايمري كلر، وعن طريق بقى هنشكل الالوان كلها. يبقى انا ما عنديش حاجه اسمها رودوكسن واحد في الـ في الـ في الكون، لا ده في نوع ثاني احنا هنسميه كده اسم ثاني فوتوكسن. يبقى الرودوكسن بتاع الكون، الفوتوكسن بتاع الكون، تبقى عارف ان الرودوكسن نوع واحد لان الرز حاجه واحده، لكن الفوتوكسن ثلاث انواع لان في ثلاث انواع من الكون. تمام؟ يبقى دي الاسامي. احنا بنتكلم بقى عموما، مش هنقول بقى بعد كده الفروق بين الرز والكون، احنا بنتكلم عموما على الاكزايتيشن. مثلا هناخد الرز كمثال، بنتكلم على الرودوكسن وهو نفسه اللي بيحصل باختلاف الاسماء. احنا بنتكلم على الاثنين دلوقتي. تمام؟ طيب اي بروتين بيتكون من اوبسن بارت ده اللي بيدي الاختلاف ما بين الرودوكسين وانواع الفوتوكسين، وده الجزء المختلف. وفي جزء داخلي اسميه كروموفور. جزء داخلي كده مرتبط او محاط بالاوكسين. طب عشان يرتبطوا ببعض في صوره مولكيول لازم الجزء الداخلي ده يكون كيرف ولا ممكن يكون ستريت كونفجريشن؟ هتقول لا والله لو هو ستريت بالمنظر ده مش هينفع يرتبط بالاوبشن الايه؟ الكيرف. تمام؟ يعني نفس الموليكيول ليه شكل معين عشان يبداوا يرتبطوا ببعض. طب افرض الجزء الكروموسوم ده بدا ياخد الشكل الستريت، يعني تركيبه الكيميائي يتغير فياخد الشكل الستريت بالمنظر ده، مش هينفع يرتبط بالاوبسن. فالكيميكال اللي موجود ده يبدا يتفتت، يعني يبدا يتحلل، اللي هي كلمه بليتشي. بليتش يعني ايه؟ الناس اللي بتروح تشتري مثلا من مولات او حاجه بتلاقي كده بليتشي مسحيط الغسيل المحشور. فكلمة بليتش مش معناها غسيل، معناها محشور. ان هو يعني زي ما يكون المادة الكيميائية دي بتتفتت وتتحول لمحشور كده. خلاص؟ ده معنى كلمة بليتش. يعني هيحصل كيميكال تشينج
كلمة تشينج ده هيفصل الجزئين عن بعض، انت ما خدناش ازاي؟ بس لغاية دلوقتي احنا اللي خدناه مش مشروع تأثير المذكرة. اوكي اول حاجة واضح للانفو ده البروتين. يبقى هنعلم على كلمة بروتين بار وهنعلم على كلمة ديفرنت في ايتش فوتوبين. الكروموفور لايت سنس بار وده سيم في كلهم. طب تركيبه ايه الكروموفور ده؟ تركيبه الكيميائي هو مشتق من الفيتامين ايه؟ الفيتامين ايه ده كاروتينويد. يبقى كاروتينويد بيجين هو الالدهايد فور. الالدهايد فور بقى فيتامين ايه. يبقى زي ما احنا قلنا امبارح هو ليه الاكل الجمل مهم مش عارف الفيجن وكده كله سؤال كتير عشان هو ده ريتش ان كاروتينويد. المواد اللي هي فيه فيتامين ايه اللي هو التريكيسر بتاع الفوتوفيجن اللي يبدا يصنع لك الفوتوفيجن. خد بالك فيتامين ايه نفسه هو الالكوهول فور اللي احنا عايزينه في الدهايد فور. يبقى احنا بناخد الفيتامين ايه نخزنه في اي حته في الريتنا اللي تبقى امبارح. الفيتامين ايه بيتخزن فين؟ بيجمنت بروتين صح؟ بيتخزن في البيجمنت بروتين ده الالكوهول فور. وفي دي هيدروجين ساعه ما احتاجه يحول لي الالكوهول ليه؟ الدهايد فور ويبدا يخش فيه الموليكيول اللي هو اسمه الكروموسوم. تمام؟ طيب هو المركب انت قلت يا اما يبقى كيرفت كده يا اما يبقى ستريت كده. هو نفس المركب ولا تركيبه الكيميائي اتغير؟ لا على فكره هو نفس المركب. يعني لو جبت المركب ده وهو بالشكل الكيرفت وكتبت له الفورمولا بتاعته الكيميائيه وجبت المركب الستريت الشكل التاني ستريت وكتبت له الفورمولا بتاعته الكيميائيه هتبص تلاقي الاثنين زي بعض بالظبط على الورق. يعني لو بصيت كده قلت لك قول لي انهي واحد فيهم كذب وانهي فيهم واحد فيهم تريت تقول لي ما اعرفش. ده غير لما اشوف شكل الموليكيول واقول لك. طب بايوكيمستري بتسموا ايه الكلام ده تمام اللي فاكر؟ السيفو ترانسفورم صح اللي هي عنوان اسمه ايه بقى؟ الاوبتيكال او الجيومتريك ايزوميريزم. يعني ايه كلمه ايزومر؟ نفس الموليكيول بس ليه تشكيلات معينه. في كذا نوع من الايزوميريز. الايزوميريز ده موضوع كبير منه نوع اللي احنا بنتكلم عنه الكيميكال ستراكشر ثاني نفس الميكروب على فكره بس شكله الفراغي الثري دايمنشنال ستراكشر بتاع الموليكيول. عشان كده اسمه اوبتيكال لو انت شفته تشوف شكله ايه اللي هو اسمه الثاني جيومتريك اللي هو الشكل الهندسي بتاعه ايزوميريز. يعني في موليكيول مثلا تركيب كيميائي كده مثلا نفس اي حاجه كده بس هو واخد شكل ايه؟ سلسله كده تشيل وفي واحد واخد شكل ايه؟ حلقي كده. فتلاقي نفس المركب يا اما يبقى كيرف كونفيجريشن يا اما يبقى ستريت كونفيجريشن. طب تعالى نقول اسامي بالنسبه للكروموفور اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الالدهايد بار ده ليه تو ايزومرز ولسه قايلين اساميهم صح كده. واحد هنسميه 11 فيس ريتينال. يبقى الريتينال عندنا اللي هو الالدهايد فور ده اللي احنا عايزينه. الفيتامين اي هو الالكحول فور بتاعه هو الريتينول. وعند الحاجات بيحوله الالدهايد فور ويخش فيها الفوتوكيم. احفظ معايا في عندنا تو اوبتيكال ايزومر واحد اسمه 11 فيس ريتينال والتاني اسمه اول ترانس ريتينال. ده لو فوتوكيم. طب لو فيتامين اي 11 فيس ريتينول واقول ترانس ريتينول ودي هيدروجينيز يحوله لريتينول عادي. تمام؟ طيب عشان ما ننساش بقى هو انهي واحد فيهم في الحاله الريتين مرتبط بالاوبسن وعامل الايه؟ الفوتو بيجمنت. هقول لك هل انت تتخيل ان الكيرف كونفجريشن هو اللي هيرتبط بالاوبسن ولا الستريت كونفجريشن؟ الكيرف كونفجريشن صح؟ احفظ معايا السي مع السي. السيس ريتينال هو الكيرف. يبقى في الوضع العادي في الحاله الريتين قبل الاستيميوليشن لسه ما حصلش استيميوليشن المركب في صوره 11 سيس ريتينال ده كيرف كونفجريشن فيبدا يرتبط بالاوبشن ويبقى كده المركب الكيميائي على بعضه لسه ما حصلوش بليتشنج. البليتشنج يعني ايه؟ اللي هو يتفتت او يعني هو مشروب يعني يتمسحق حاجه يعني يتفتت كده. تمام؟ دي اللي هي معنى كلمه بليتش. يبقى ده ايه؟ السيس ريتينال كلفت فلسه ايه؟ ما حصلوش بليتش. طيب لو حصل لللايت يبقى بص خد بالك احنا هنبقى بنتكلم في انهي سؤال؟ ان اللايت هيعمل كيميكال تشينج.
الكيميكال تشينج ده هيتحول لبوتنشال ويتحول لسيجنال. دي انا اشوف دي عشان بس نرجع على كلامنا الاصلي احنا قلنا حاجه بلس. طب اول حاجه الكيميكال تشينج اللي هيعملها اللايف هو عباره عن بليتشنج وتحلل المحلول ده الميركيول ده عن طريق ان هو بيحول الكيرف كونجكيشن الى ستريت كونجكيشن، فيبداوا ينفصلوا وينتج عنه ماده كيميائيه ليها اسم معين هناخده. الماده دي ليها تاثير على الشلل، يعني هتغير في كهربا. يبقى تاني ملاحظه احنا خدنا شويه اسامي صعبه بجد، يعني حته حته النهارده بعرفها عشان السنه حته صعبه جدا. عايزين نمشي خطوات كده ونتاكد ان احنا مثلا المعلومه دي وصلت طب اللي بعدها وهكذا. ولما كنت بتكلم في حاجه ما تشغلش تفكيرك غير اللي انا هقوله، يعني اللي انا بقوله بس هو اللي تفكر فيه. طب لو حصل كذا نخلص الموضوع على بعضه وبعد كده نشوف دي الاسئله بقى كلها. طيب يبقى فكره القصه تاني ايه؟ ان اللايت هيعمل كيميكال تشينج، الكيميكال تشينج دي هتؤدي الى تغيرات الفوتوبيجمنت. التغيرات دي اللي هي تغير الستيت في ديناير كيرفت فور الى ترانس في ديناير ستيت فور، فيحصل بليتشنج ينفصل. عشان كده عنوان القصه فوتو كيميكال تشينج بين قوسين بليتشنج. تمام؟ بقى عندنا اربع خطوات، السؤال نظري على بعضه وكل خطوه في نظري لوحدها. يعني هو بيجي يتكلم على الكيميكال تشينج اللي بتحصل في الفوتو ريسبتور ستيميليشن. يقول لك اتكلم على الالكتريكال ريسبونس، يبقى هتقول بس الكيميكال تشينج بسرعه كده في الصف عشان تعرفوا فين. طبعا عشان عندك وقت لو انت عمال، يعني عشان انا مش عارف الطلب ما ينفعش الواد اللي مش ولا محمد. لا ينفع طبعا، ينفع طبعا، ينفع طبعا، ما ينفعش ليه يعني. هتسيبه مثلا في ساعه سؤال طويل بس مش طويل الدرجه، يعني سؤال طويل ما تقدرش كده بس هيتكتب برضه على فكره مش طويل الدرجه اللي هو ما تجيش يعني. يعني مثلا في سؤال مثلا بيتكلم عن جينو ستيز ده كان بيجي زمان، يعني نظام يعني هناخد مثلا في الموتور ستيتش فليكس. ستيتش فليكس ده تقريبا تلت الموتور، يعني بيتكلم عن ستيتش فليكس يعني انت بتلف تاني الموتور بس تاني تاني اوبت ما تعرفه عن الموت، ما تعرفه عن الدراي فبقى تبقى انت كل دي اسئله خلاص كنت بعمل غطاء تجربه اللي هي النوع الاسئله الطويله قوي. ده سؤال لو ده سؤال جديد عادي اربع صفحات يعني انت عايز ايه؟ السؤال يبقى اربع سطور يعني. تمام؟ ولكن لما يحبوا يجيبوا سؤال قصير، لما يحبوا يجيبوا سؤال قصير يجيبوا الكلمه تشينج بس واحده. طيب تعالى بقى بص معايا لغايه دلوقتي احنا خلصنا فين؟ لغايه كلمه بليتشنج. تعالى ناخد التعريف. يبقى احنا الكاروتينويد 11 كيس ريتينال اللي هو الالتهايد دريفت اوف فيتامين اي اللي ليه كيرف كونفيجريشن. اتفقنا علم على السي في تيس والسي في كيرف لو صاحب 19. ويعني ايه كلمه بليتشن اللي هو السيبريشن اللي حصل ما بين البروتين بارت اوبتيك والكروموفور بارت ريتينال لما يحصل اكسبوجر للايت. ليه؟ اللايت هيحول السي الى بلان اللي هو ليه ستريت كونفيجريشن. طب الاوبتيك نفسه كيرف يبقى ما ينفعش يطول حاجه ستريت. الميكيول لازم يبقى شكله مناسب. دي من القصه اللي انا اسمها اوبتيكال او جيومتريك ايزومير. طب معلش ايه اللي الصفحه بما ان الكهرباء مقطوعه ومفيش باور بوينت؟ ايه اللي الصفحه بتبص عليها في الجهاز؟ طبعا الرسمه من اهميتها انا حاططها اهو مش ورق الدياجرام، الورق العادي بتاعنا. يبقى الرسمه اي رسمه محطوطه في الورق العادي بتاعنا يبقى دي مهمه جدا. ممكن تجي لك في الامتحان كدياجرام واسئله عليه. ما احنا قلنا حمد ممكن سؤال يجي لك وانت تكتب كل ممكن ايه؟ يعني ممكن سؤال يجي لك وانت تكتب ممكن يبدا يرجع واسئله عليه اي حد. بص معايا بقى في اول القصه من فوق خالص على الشمال كلمه رودوف. طبعا احنا واخدين الورد كمثال الكون نفس الكلام باحلام اثاث. هيحصل لايت انرجي. اللايت انرجي ده هيبدا يحول المركب اللي اسمه رودوف تغيرات كيميائيه معينه في مراحل. طب تعالى ناخد الاسامي بالراحه، اول واحد اسمه بارت رودوبسن، ثاني واحد اسمه ديومي رودوبسن، بعد كده ميتا رودوبسن 1 وميتا رودوبسن 2. يا دكتور هو لازم احفظ انا الاسامي دي كلها؟ هقول لك احفظ اهم واحد الاول اللي هو ميتا رودوبسن 2. ده اخر واحد. طب الميتا رودوبسن 2 ده ليه اهم واحد؟ دلوقتي احنا بنتكلم في كيميكال تشينج. الكيميكال تشينج دي هتعمل تاثير كهربي. يعني اكيد في ماده كيميائيه معينه ليها تاثير على الشلل. انهي ماده في دول ليها تاثير على الشلل؟ علمني على الميتا رودوبسن 2. تلاقي الكلام ده مكتوب. الميتا رودوبسن 2 ده الاكتف فورم اللي فيه تاثير على الالكتريك ريسبونس في الريتم. يبقى ده هيعمل حاجه معينه هتغير الكهرباء بتاعت الريتم.
خلاص اللي علمنا على انت روس انتوا اللي بقى هقول طب انا هحفظ الاسامي دي كلها هقول لك هي سهله جدا على فكره لو لقيت نفسك مبني وبتجي على كلمه ايه بني يبقى باص واليمن سهله جدا خليها بدي خليها الثانية فوزيت الليلة مش مصر بل علي علي بل الثانية فعطوا ليومي متر متى يدوس الوار ثم متى يدوس الطول هي معناها ايه المفروض عليه؟ لا دي اسامي كيميائية اسامي كيميائية حاجة اسمها فصل ودوس حاجة اسمها دي ودوس حاجة اسمها متى ودوس ما ليش علاقة ايه؟ لا هي ليها علاقة بايه؟ ليها علاقة ان لازم الكيميكال تشينج يحصل في مراحل يعني هي ليها علاقة بالوظيفة ليه لازم الكيميكال تشينج يحصل في مراحل؟ لان قلنا اللايت هيفتت الفوتو فيجن التفتيت ده هياخد وقت ايه اهميته انه هياخد وقت ان هو يغير السنسيتيفيتي بتاعت الريتنا على حسب الحاجه يعني مثلا لما يكون في لايت قوي النور اول ما يولع بص تلاقي اللايت قوي جدا انت مش قادر تستحمله طب بعد شويه بعد ما يحصل وقت معين يبدا يحصل ايه في الفوتو فيجن بتاثير اللايت يتفتت طب يتفتت يعني يقل ولا يزيد؟ يقل فتبص تلاقي الريسبونس بعد كده بدا يقل تدريجيا فما بقاش ايه؟ مبقاش بينفل بالنسبه لك. طب العكس بقى لو انت في الضلمه راح النور قطع دلوقتي كده بس قطع في بالليل في الاول مش شايف حاجه خالص يعني ضلام حالي زي ما بيقولوا ضلمه خالص. طب لو استنيت كده تلت ساعه نص ساعه ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الفيجن يرجع تاني صح بالوز وضعيف جدا بس بدات تشوف. طب ايه اللي حصل؟ اللايت كان بيفتت الفوتو بيجمنت. طب دلوقتي مفيش لايت فالفوتو بيجمنت ما بيفتتش. طب يرجع تاني للكون فالسنسيتيفيتي بتاعت الريتنا دي فيها الكيمستري الكيميكال ذات فاي شويه لايت صغيرين يبدا يشوف بيهم خلاص ده موضوعها نفسه ده موضوعها نفسه تبع ايه؟ ده اسمه ادابشن ادابتيشن تمام؟ ال انا اقدر اعمل حاجه طب معلش يا جماعه النتائج اللي احنا واخدين شويه شويه نخلص بس الموضوع على بعض ونبدا رايحين جايين كده في المنهج ولما نخلص الموضوع لو حاجه مش واضحه اسال واحد دي حاجه بقت نص الموضوع ففي الغالب السؤال اللي انت بتقوله حاجه من دي هو مش دعوه الموضوع هو في الغالب ما تكتبش ايه يا اما جاي يعني سؤال حلو زي ده كده بس جاي الكلام جاي يعني سؤال حلو بس الكلام عنه جاي انت مش على خلاص يبقى ليه بيحصل في مراحل خلاص قلناها مش واحد على فكره ما حدش هيسال السؤال ده ليه بيحصل في مراحل يعني حته صعبه شويه لكن المفروض ان انا اعرف ان هو بيحصل على ستيجز الستيجز دي بتاخد وقت يعني مثلا اللايت انرجي عشان تبدا تاثر على الاوبسك هتلاقي مقطوع على السهم القوسين في سكن اللي هي بينك سكن يعني عارفين البيكو اللي هو ايه؟ 1 على 10 12 صح؟ يبدا يتكون الباص والاوبسك في نانو سكن اللي هو ايه؟ 1 على 10 6 بعد كده يتكون اليونت مايكرو 1 على 10 6 بعد كده ميتا في الملي سكن 1 على 1000 يتكون الميتا والاوبسك 2 في خلال ثانيه يعني انت في خلال ثانيه هيكون اتكون الاكتف فورم اوف ودوكسن الميتا ودوكسن 2 خلاص احنا مش بنتكلم دلوقتي على الكتريك ريسبونس فانت هتعرف بس ان الميتا ودوكسن 2 هو الماده الاكل هيعمل ايه بقى كاكتيفيتي هنتكلم استنى بقى شويه تعال بس نكمل الكيميكال تشين الميتا ودوكسن 2 الفورم اللي فيه مش السيس فورم مش الكيل الميتا ودوكسن 2 هو الترانس فورم بتاع الاثنين طب ما ده الترانس فورم هيبدا يرتبط بالاوبشن ولا ينفصل؟ ينفصل هي خطوه البليتش اللي هو هيدي بقى سهمين واحد اسمه اوبشن وواحد اسمه اور بلس ريتيرن يبقى الوقت مكتوب فاصل يوم متى ادوبشن 1 متى ادوبشن 2 المتى ادوبشن 2 ده هو الاكتف فورم هيعمل اكشن على الاكتف ريسبونس هنعرفه بعد شويه الخطوه الجايه وهو نفسه هيحصل له خطوه البليشن اللي هو الفيت فورم اللي هو الكيرفن هيتحول الى ترانس فورم فهيتحول من 11 فيت ريتينال الى اول ترانس ريتينال الاول ترانس ريتينال ده ستريت كونفيجريشن هيبدا ينفصل عن الاوبشن وكده يبقى الفوتو بيجمنت اقل وده عشان كده اللايت بيقلل السنسيتيفيتي بتاعت الجسم كان احنا قايلين ايه؟ انك انت لما تروح يجي الصوت جامد كده اثناء الضلمه يتكون الفوتو بيجمنت
بص ده فوق ليه لقيت فوق بلاي قوي انت شايف قوي جدا وبين ده انت عينك الرمى بقى شويه كده ايه اللي لسه ما بيجيش العمليه فتبتدي بقى يبقى انت اللي ايه يلا بقى افتح عينك وتبص للضوء عادي خلاص. طيب تخيل انك انت شلت بقى الضوء مفيش لايت انرجي ايه اللي هيحصل؟ في عندنا انزايم اللي هو مكتوب عليه ايزوميريز. الايزوميريز ده انزايم موجود في الريتنا وده انزايم سبونتينيوس يعني مش محتاج حاجه تشغله هو لوحده كده. لو في اورت ترانس ريتينال الايزوميريز يحوله للاوبتيكال ايزومر بتاعه عشان كده اسمه الانزايم ايه؟ ايزوميريز. فيحول الاورت ترانس ريتينال الى 11 سيس ريتينال. طب هو السيس ريتينال ده بالسي اللي هو الكاذب يرجع يرتبط تاني مع الاوبتيك وده يعمل ريجنريشن للغضروف. طيب اصول التفاعل ده التفاعل العكسي اللي هو الايزوميريز ده هل محتاج لايت ولا محتاج دارك؟ هقول لك لا هو مش محتاج حاجه هو اندبندنت يعني لا يعتمد على ان في ضوء او مفيش ضوء هو اشتغل لوحده فهيكون الغضروف. بس هقول لك بقى ملحوظه التفاعل ده بيحصل بياخد مينت مقول على التايم اهي لكن تفاعل اللايت بياخد ايه سكند. فلو انت عندك لايت موجود يبقى زي ما يكون التفاعل بتاع الايزوميريز ده مش شغال. يعني محتاج وقت طويل واللايت بسرعه جدا بيعمل البريتشنج ده. خلاص؟ يبقى هو زي ما يكون تفاعل الايزوميريز ده بيحصل في الدارك. زي ما يكون. ليه؟ ما هتلاقي الكلمه مكتوبه واضحه واحنا بنقرأ الكلام ده النهارده هتلاقي هو كاتب بوضوح ان الايزوميريز ده بيبروسيد يعني بيشتغل اندبندنت على اللايت او الدارك. ملوش دعوه. دي معلومه كيميائيه. ان هو لا يعتمد على حاجه. طب جوه الجسم بقى فيسيولوجيكال اللي تعالى نحولها فيسيولوجي اقول لك لا ده اثناء اللايت اي غضروف في الكون اللايت هتحوله على طول للبيتا غضروف. يبقى زي ما يكون تفاعل ايزوميريز ده ما بيحصلش غير في الدارك. تمام؟ طيب على فكره كده خلص الكيميكال تشينج بس في ملحوظه اتغيرت ان احنا قلنا ان في بقى الالكوحول فورم مكتوب تحت اللي هو الاول ترانس ريتينول او 11 سنت ريتينول ده الالكوحول فورم بتاع الالدهايد اللي فوق اللي هو موجود بقى في فيتامين ايه؟ اللي هو يعني بناخده ونخزنه صح؟ نخزنه في صوره الريتينول وعندنا في الريتنا في الدهايدروجينيز اللي هو بيحوله الى الريتينال. طيب هو نفس تفاعل الايزوميريز اللي بيشتغل على الالدهايد فورم الترانس ريتينول ممكن يشتغل على الالكوحول فورم الترانس ريتينال الترانس ريتينول فيتامين ايه ويحوله الى 11 فيس ريتينول. بس كده ادي كلمه كده ده جدا يا سيدي تعالوا نبدا اول كده عادي اللي جيت ده بيحصل فيه لكن سؤال واحد احنا خلصناه الكيميكال تشينج سؤال واحد. اولا هو لسه مرحوظ على السؤال ده لو انت بصيت الامتحان هتلاقي اخر مثلا 10 سنين ده السؤال ده يعني اخر 10 سنين ده فيهم 20 امتحان تقعد تاني تلاقي مثلا دي اكتر من 5 6 مرات اديك في اول بتوع منها بتدي طبعا بتدي محاضرات الفيجن طول الثلاث سنين اللي فاتوا كانت كل مره تخش تقول ده يا جماعه انا عامل خالص الفيجن وتقعد تشرح فيه وتلاقي بقى تاني محاضره هيبقى تاني تديه حقه وزياده وما جابوش ولا مره حتى يا جماعه ده من الاسئله المتوقعه جدا يعني انا ما بقولش جاي او مش جاي بس انا بقول لك متوقع جدا ان هو يجي تاني احنا بنتكلمينه خلال انا بقول كده بقى لي سنتين يعني بس هو ازاي ثاني اكتب عليه السؤال ده جاي جاي يعني لو هديه سؤال في الفيجن المره دي لان على فكره كل الاسئله المهمه في الفيجن المهمه هي كده مش فاضي غير ده والسؤال بتاع الايه؟ الايكو سيوما ما جابش الايكو سيوما مش سؤال مهم قوي واضح؟ يبقى اجزاء كويس. تعال نقول الفوتوكيميكال تشينج الثاني باختصار شديد في عندي اشرح معايا في الصفحه مش كلام مكتوب. خلاص خلصنا في ده اشرح معايا في الصفحه عشان بس نكتب الحاجه كده ما بيننا وبين الكلام قبل ما نذاكر النهارده. يبقى احنا كذا نجيبه الايه؟ الاوبسيت قلنا ان الاوبسيت ده بيحوط الكروموسوم فايل في كروموسوم اللي هو نفسه فايل سنتيمتر كاروتينويد والبليتشنج هو السيبريشن ما بين البروتين فايل الاوبسيت والكروموسوم الريتينال افتر اكسبوجر للمايك. ايه فكره السيبريشن؟ ان انت بتحول الكيرف فورم اللي هو 11 سيس ريتينال الى الستريت فورم اللي هو الاول ترانس ريتينال. تمام؟ طيب السايت نفسها بتحصل ازاي بقى؟ اول حاجه الريدوكسن بين قوسين اوف لود يعني نفس الكلام هيحصل في الكون. مع احلام الاتاني الريدوكسن بقى في توصل لكن نفس الكيميكال تشيك كل حاجه. immediately decompose خلال الثانيه هيكون تحلل decompose ويبدا سيريال سلسله من التفاعلات اللي هتدي امتى الميديال برودكت احفظها ازاي؟ بلي باتو ليومي ميتا وات وميتا ريدوكسن 2
تمام؟ الميتا هيدروكسين 2 ده هو اللي فيه ستريس فور فهيحصل كومبليت كريتشنج، والميتا هيدروكسين 2 ده اللي هو ده بقى الاكتف فورم اوف هيدروكسين ده الكومباوند اللي هيبدا الالكتريكال ريسبونس في الريتم، يعني ده الكومباوند اللي ليه اكشن على الشانلز بتاعت الايه؟ الفوتو ريتم، تمام؟ طب كده عملنا الريسبونس هنعرف بقى ازاي الالكتريكال بيحصل، لكن بعد كده اللايت اتشال ويرجع للضلمه تاني يبدا يحصل ريفورميشن للهيدروكسين ليه لوحده كده ترانس ريتينال يتحول الى 11 بيت ريتينال بانزايم اسمه الايزوميريز، اللي هيتنا الايزوميريز ده على هتلاقي الكلمه مكتوبه في اخر الباراجراف بروسيدنج ايكوال ان لايت اور داركنس، هو ملوش دعوه هو بيشتغل في اي حاله، لكن لو في لايت كل اللي بيتعمل هيدروكس بيتحل تاني بسرعه، يبقى زي ما يكون تفاعل ايزوميريز ملوش قيمه اثناء الايه الضوء، تمام فعلا؟ طب ايه الرول اوف فيتامين اي؟ ان هو الالكوهول فورم هيتخزن والالكوهول دي هيدروجين هيحوله يبقى بيتخزن في صوره ريتينول ويتغير صوره ريتينال، عشان كده هيبدا ال يتخزن في البيجمنت لاير، وعشان كده لو حصل فيتامين اي ديفيشنسي ايه؟ مش عايز اسمع لو حصل فيتامين اي ديفيشنسي يبدا يتاثر الفوتوريسبت، مفيش بقى اللي هو المركب اللي بيريجنريت بيرجع الفوتوكيمي، تمام؟ فيحصل عمل يحصل بلايندنس. بس هسأل سؤال دلوقتي الكون فيري سنس الرولز بتشتغل يعني محتاجه الكون بتديك فوتوبيك فيجن رؤيه واضحه، الرولز بتشتغل على اخرها بالماكسيمم سنسيتيفيتي بتاعتها وسنسيتيفيتي اعلى من الكونز وبتشتغل بالاوس ريشورد عشان في الاخر تديك الفيجن اللي هو الضعيف جدا بتاع يبقى لو بدا يحصل ديفيشن مين يبدا يتاثر اكتر او مين يبدا تاثيره يبقى اكتر يوز انا اصلا بعد طب بص تلاقي يقول لك هو الكونز اتاثرت على فكره بس ممكن العيان ما لاحظش لان هو الدرايت لايف بيعوض كامل صح كده، لكن تلاقي العيان يقول لك ده انا ما بقتش اشوف بالليل لو الضوء لو الصوره مش واضحه لو الضوء مش واضح انا كنت زمان عمري اشوف سواء بالليل صعب اصلا شايفه دورك بس كده الفيجن حاجات او مثلا مكان الاضاءه فيه ضعيفه او حاجه زي كده، بقول لك بقيت بقى نفسي الشاي ده اسمه العمى بتاع بالليل العمى الليلي نحفظ الكلمه او العشاء الليلي صح كلمه عشاء يعني عمى مش كامل يعني هو بس ايه النظر بقى اوحش اللي هي نحفظ بقى اسمها اللاتيني معلش كلمه صعبه شويه نكتالوبيا اقل معلومه ولو حصل ادفايس هيبقى مطلوب قصير لو حصل فيتامين اي ديفيشنسي يبقى عشان كده الانسان لازم يبقى عنده فيتامين اي بكميه معينه، طبعا هو الفيتامين اي بي ريتش ان كاروتينويد بس هو مش بس الكاروتينويد على فكره مش تخيل مثلا الجزر والطماطم مش عارف ايه هي دي بس الحاجات اللي فيها فيتامين اي لا يعني موجود في اللحوم على فكره بس هو فيري ريتش في الايه؟ في الكاروتينويد تمام؟ يبقى عشان كده ايه؟ الواحد الجزر والايه بيقوي النظر تمام؟ يبقى او ايه تاني؟ عشان يقطع يعني مش محتاجه شرح هي الرز رؤيتها اضعف فلما يبدا يتاثر يعني مثلا حصل ديفيشنسي الاثنين هيقلوا الكون ده اصلا بيديك ورقه واضحه الوضوح قل يعني الشر قل بس لسه شغاله برضه بس فجاه الوضوح ما بقتش شغاله على فكره يعني الوضوح برضه لسه شغاله مش هنتفق يعني بس هي اصلا بتدي رؤيه مش واضحه طب لما الرؤيه مش واضحه بقت مش واضحه اكتر فازاي تحس بيها ولا ده يعني خلاص ما بقى زي ما هو شايف تمام دي اللي هي الكتريك خلاص اخر حاجه ان دي الكون اللي بتاندر جو السيم كيميكال تشينج اللي احنا قلنا في اي سؤال في الفيديو دي تعال خش على الفيديوهات الثانيه اللي موجودين الكون الثالث يا اخبار في حاجه يعني بص ما بقاش في صوت يطلع قوي صعب قوي يعني واحد بقى قاعد ما بيبصش وقت من ايه لغايه لما مات ما مات انا مش شايف ما يعني لو عندك كميه معينه وبرده قلت لك مش موجود في الكاميرا دلوقتي يعني بص عليه ايه هو واحد ما بيقولش جبر يعني كل كام جبر اللي بص مثلا فكر من الاول اللي قاعدين فكر الالوان ده الطماطم الحاجات اللي هي لون البرتقالي الاصفر الحاجات اللي هي بتقول لا دي فيها كميه كبيره لكن يعني فيها مش كلام لكن الاكلات كله مشروب على فكره وده في سنكم يعني يقول لك ده انا هروح ده بطل الكليه هو سندوتش همبرجر في الكليه بعد اكل مش عارف يعني تلاقي الاكل اغلبه شو يعني فيقول لك ده انا ما بطلش فواكه وخضروات دي خالص تقريبا هيحصل عنده فيتامين اي ديفيشنسي ده
بليز جينيسيس اوف الكتريك ريسبونس. ايه الكهرباء اللي بتحصل في الريتنا دي؟ هناخدها على مرحلتين. يعني الكتريك ريسبونس احنا هناخدها على مرحلتين، اللي هي جينيسيس 2 اللي هو زي ما كنت بتكلم على حاله الريتنج عموما في الدارك ايه اللي بيحصل، وبعد كده نتكلم على اللايت هيتكون مثل الاوكسجين 2 هيعمل ايه بالظبط. تمام؟ طيب بصوا معايا، ادي الاوتر سيجمنت بتاع الرود وادي الانر سيجمنت بتاع الرود بالشكل ده. يعني في اوتر سيجمنت وفي انر سيجمنت وفي نيوكليس تحت كده وفي سيناتيك بادي في الاخر. تمام؟ اتفقنا ان الانر سيجمنت ريتش ان ميتوكوندريا. طب ليه الانر سيجمنت ريتش ان ميتوكوندريا؟ عشان محتاجين اي تي بي، يبقى في عمليه اكتف بتحصل هنا. العمليه الاكتف دي اعرف معايا اشهر عمليه اكتف بتحصل في الجسم كله اللي هي صوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى عندي صوديوم بامبد اوت اوف ذا انر سيجمنت. هو فين الجزء الحساس للكيميكال تشينج؟ هو على فكره الاوتر سيجمنت. يبقى ده الانر سيجمنت العمليه اللي بيعملها دي مجرد ان هو بيكتر لك الصوديوم اكسترا سيلولار حتى لو ضد التركيز. يبقى عمليه الفيجن هيبقى فيها اي تي في مستهلك. طب الصوديوم لما يبدا يزيد ضرر الخليه بالشكل ده، هل لو في شامل هتبدا تدخل الصوديوم من الاوتر للانر باسيف، يعني من بره الخليه من الاكسترا سيلولار، فيبدا الصوديوم يخش بطريقه باسيف لجوه الخليه. طب سؤال، الناس بقى فاكرين من زمان حاجه برضه من اساسيات الناس الكلام ده القديم خالص، هو ايه انواع الشامل؟ اول ارتفاع الشامل الطلق ولا امبارح؟ الشامل بيتحرك مع التركيز مع الصهيان الطبيعي. النظر الانسان دايما لو عندك ميه في اتجاه عالي كده وهتنزل لتحت، يعني هتنزل لوحدها، يبقى دي اسمها قناه ميه شامل. لكن لو انت ساكن في الدور العاشر والميه عايز تطلع من تحت لفوق، مش هتطلع لوحدها، ده عادي بقى انت عايز بامب. ده فرق بين الشامل والبامب، يبقى اللي بيحرك ضد التركيز ده بامب، عشان كده محتاج بامب. اللي بيحرك ضد الاتجاه الطبيعي للحركه. لكن لما الصوديوم اكتر بره ويبدا يخش جوه الخليه دي الشامل عادي. خلاص؟ طيب ايه انواع الشامل؟ صح، اول حاجه ان جيت خالص اللي هي بتتصرف، عشان كده سميناها ليك تشانل، قنوات تسريب. في قنوات اسمها جيت تشانل ليها بوابات. البوابه دي يا يفتحها تغير كهربي اسميها فولتج جيت، يا اما يفتحها ماده كيميائيه اسميها ليجال جيت. اللي مش عارف الكلام ده او اللي عنده سؤال يسالني دلوقتي انواع الشامل. سؤال في الحكايه دي، يبقى دلوقتي انا عندي دي الانواع اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب احنا هنا قلنا ان في صوديوم شانل. الصوديوم شانل دي انهي نوع من دول؟ اولا جيتد، ثانيا انهي نوع من الجيتد؟ ليجال جيتد، يعني في ماده كيميائيه بتفتحها. الماده الكيميائيه دي هي السايكل جي ام بي. يبقى السايكل جي ام بي هو اللي بيفتح قنوات الايه؟ الصوديوم، فيبدا الصوديوم يخش جوه الخليه ويبدا يعمل ديبولاريزيشن. طب من كام لكام؟ احفظ معايا الرينج اللي بيحصل فيه، في عندي سالب 40 وفي عندي سالب 80. سالب 70 ده الهايبر بولاريز وسالب 40 ده الديبولاريز. الصوديوم يبدا يعمل ديبولاريزيشن ونغير من سالب 70 الى سالب 40. يبقى زي ما يكون الريفتنج اثناء الدارك في الفوتو ريسبتور هو السالب 40 بتاعتنا، فنسمي الكلام ده التيار اللي حصل حركه للصوديوم دي دارك كارب. دارك كارب يعني التيار اللي بيحصل في حركه الدارك. يبقى احفظ معايا البي مع البي، الدارك كانت هو الديبولاريزيشن. لا تاني تاني خلاص ولا عايز اخلصها على بعضها ولا تاني من الاول؟ تمام؟ وانا بتكلم في نمره بي، نمره بي اللي هي الجينيسيس اوف الكتريكال ريسبونس في الليتر. في تيار معين هتحصل، دوره معينه من الايرون هتعمل ديبولاريزيشن بتحصل اثناء الدارك. فاحفظ معايا البي بولاريزيشن هو الدارك كارد. تقول لي يا دكتور ده احنا الاستيميوليشن بتاع الفوتو ريسبتورز هو المايكس. يبقى انت قصدك تقول لي ان لما يحصل الدارك ستيميوليشن هيحصل بقى عكس البي بولاريزيشن. ما
انت عندك الدايت بتاعك الكلام صح. واول حاجه قلتها في الحصه قلت ان كل البيبولاريزيشن يساوي ستيميوليشن. الكلام ده في الجسم كله حافظينه من السنه اللي فاتت وهنحفظه في السنسور تاني. ولكن في استثناء واحد على مفيش استثناء تاني على فكره دلوقتي في الجسم اللي هو الفوتوسينثيسيس. الهايبر بولاريزيشن هو ستيميوليشن. تمام. طيب لما يبدا يحصل ديبولاريزيشن يبدا يطلع كيميكال ترانسميتر اسمه الجلوتاميت. الجلوتاميت اللي ده احنا عارفين ان هو اكزيتاتوري كيميكال ترانسميتر صح جدا. يبقى الجلوتاميت ممكن يعمل اكزيتيشن للخليه اللي بعدها اللي اسمها البايبولار سيل اللي هو طلع من الفوتوسينثيسيس وراح على البايبولار سيل. بس الجلوتاميت هيعمل حاجه غريبه، هيجي على الخلايا اللي جنبها ويبقى الشمس بتاعته والريسبتور بتاعته والانزايم بتاعته في الخلايا المحيطه مختلفه. يعني هو مش بيشتغل بطريقه واحده في الفوتوسينثيسيس بحيث يعمل اكزيتيشن في النص وانهبيشن للخلايا اللي على الجنب. يبقى بيعمل حاجه كده زي اللبن انهبيشن، هو بيساعد في اللبن انهبيشن. يعني فكره بلاش لبن انهبيشن، لبن انهبيشن اللي هي خليه الهرمون. لكن ده ميكانيزم مشابه فتقدر تقول عليه تبع اللبن انهبيشن اللي هو بيعمل ايه؟ المهم ده يدي الشعر في الاوف سيمتيشن. خلاص؟ طب انا قلت من الاول خالص قال لي ايه في الاسبوع للاسف الشديد ليها رسمه الرسومه دي ان شاء الله لما يجي يعني احنا الحته انا هصورها واوضحها لكم. بس تابع معايا من على رسمه دي. في حد بقى علينا عشان الامتحان قال لي دلوقتي امتحان لكن المريض لا 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 تقول لي خلاص يبقى مفيش الموضوع ده في الانجليزي ده. بس سؤال عشان تطمن يعني النور قطع ومفيش حتى لو في او حاجه فانا شايف كده بظلال. يعني هل الظلال دي ما فيهاش باوند؟ انا ما اقدرش مثلا اشوف المكتب ده خلص هنا وعدي من ده وعدي اروح مثلا اجيب حاجه تطمن. انا شايف بس هو يبقى مفيش حاجه اسمها مفيش. يعني الدوله دي هو كان مش موجود خالص في المكتب طبعا موجود بس هو اوضح في الكون. يعني انت قلت لي اللاتر اللي ده موجود اكتر فين؟ يعني لو ده مش حاجه قلت لك قلت لك اللاتر انهبيشن ده موجود فين في الريد ده؟ راح يقول لي جوه. عايز اقول لك غلط. اللي تقول المهم انا بقول خد بالك صح. يعني بقول الكون اللي قلت موجود لك مش مهم. لان الرؤية اصلا في واضحة. يعني بالعكس من ضمن ادوار ان الرؤية مش واضحة ان مفيش غاية الحاجات اللي بتعمل شر اللي هي واحدة منها موضوع الكونفرشن ده حاجة تانية. الجزء فيها كونفرشن بيقوي الانفاس بس اللي يبقى في الاكل. تمام؟ ده بس حاجة تانية بس تانية. واضحة؟ طيب تعالوا بقى الجينيتيز اوف الكتريكال ريسبونس في الريترا. في عندنا الانر سيجمنت في ميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتعمل اكتف فورسز تبدا تطرد الصوديوم لبره. الصوديوم يبدا يزيد بره الخليه ويبدا يخش من قنوات اسمها سايكليك جي ام بي جيتد صوديوم شانل. مفتوح بنتين لاوبن سايكليك جي ام بي. السايكليك جي ام بي ده هيخلي الصوديوم يخش فيبدا يغير يعمل ديبولاريزيشن من 73 ل 40 43 يحصل الديبولاريزيشن فيطلع الجلوتامين. الجلوتامين يشتغل على البايبولار سيل ويعمل فيها بوتنشال هو نفسه يعمل فيها كهرباء الى الكيميكال ترانسميتر اللي هيبدا يشغل البايبولار سيل وبعدها الجانجليون سيل. طب هل لما يجي يشغل البايبولار سيل هيبقى عليها اكزيتاتي ولا انهبيتوري؟ على حسب الظاهره. انا هقولها دلوقتي شبه اللي انا الانهبيشن بس انا هسميها اسم مختلف هسميها اون اوف فينومينا. يعني ايه اون اوف؟ يعني يشغل الخلايا في السنتر ويطفي اللي حواليها بحيث يوريك الظهر ايه بوضوح. او يعمل انهبيشن للخلايا في السنتر ويشغل اللي حواليها بحيث برضه يبقى زي الموضوع اللاتر انهبيشن الشاطري موضوع. طيب احنا كده خلصنا ايه وخلصنا مين؟ تعال برضه نبص بقى الاثنين مع بعض. يبقى ركز على كلمه سايكل كارب انا على قلب عارف دي هي الديبولاريزيشن اللي هي بتحصل في الريتش. خلاص؟ والويست النيمبريم ريشيو ده هيطلع كونتينوس جرين اوف سينابتيك ترانسميشن اللي هو هنعرف بعد شويه ان هو الجلوتامين. طب سؤال لحد شاطر كده هو دلوقتي اللي انا قلت عليه ده البوتنشال اللي حصل فيه الود والكونز عم بتطلع هل هو اكشن بوتنشال ولا لوكال ريسبونس؟
لا هو على فكرة لغاية دلوقتي لوكال اكسبيرينس. انا بقول لك هو من سنة 70 ممكن يتغير لسنة 60 سنة 50 سنة حسب الايه كمية الصوديوم اللي بيحصل. تمام ده هو في حدود سالب 40. طيب ايه اللي هيحصل بقى اثناء الضوء؟ لغاية دلوقتي احنا عارفين ان اثناء الضوء بيتكون منها ضوء ستون. طب ايه علاقة القصتين ببعض بقى؟ يبقى احنا خلينا نمرة واحدة تكنيكال تشينج خلينا نمرة 2 الكتريكال تشينج نمرة 3 وخلينا مكتوب ايه العنوان؟ الفايبريشن كاسكيد دي بقى نمرة 3 او اللينكج بتوين 1 و 2. يبقى الميتا ودوكسين 2 ده المادة اللي هتبقى اكتف الكتريكالي عليها عليها اكشن على الطيارة. الميتا ودوكسين 2 بينشط حاجة اسمها تلايت ديوس على فكره من التوجين ده كلمه صعبه شويه. هو يعني ايه كلمه ترانسدوس؟ احنا خدناها على فكره خدنا كلمه ترانسدوس العمليه اللي احنا بنقولها دي. على فكره السؤال ده ممكن يجيلك بصيغه رابعه برضه لو جالك الصيغه دي ومش الصيغه بتاعته كلمه واحده من كلمه مقصود ترانسدوس ممكن يجيلك كل السؤال احنا بنتكلم عنه النهارده اسمه الميكانيزم اوف فوتو ترانسدكشن. اربع خطوات؟ اه كل ده جاي اخيرا في السؤال لغايه اخر صفحه 21. لا لا اول صفحه 22 ده سبايس اوف جانجل سيستم مش معانا هي الصفحتين دول معانا اول صفحه 22 بس الحته الاخرانيه الاورجنايزيشن دي مش مهمه لا ولا زي يعني اللي مزنوق في السؤال ممكن يلخص الحته الاخرانيه دي تبقى في البيت. اقول لك حاجه دي بس معاك الميتا ودوكسين 2 بيعمل ايه؟ في بروتين مسؤول عن الترانسدكشن. طب هو يعني ايه كلمه ترانسدكشن؟ ترانسفورميشن لايت انرجي لاكشن بوتنشال تحويل تحول ترانسفورميشن عشان خاطر البرين يقدر يتعرف على السمره الكاتب. طيب هو هل البرين بتاعنا هو هل الاكشن بوتنشال بتاعنا ده اللي هنشوفه او هنتعامل معاه الريتنا؟ لا ده ريتنا بتكبر بس الاكشن بوتنشال وتبعته للجنين بس مش اي جنين انت اللي هتشوفه ده مجرد بتكتب يبقى ترانسفورميشن زائد كوندكشن فالعمليه دي اسمها على بعضها ترانسفورميشن. فالبروتين اللي هيعملها في بروتين بقى في الممبرينز هنا اسمه كده البروتين بتاع الترانسدكشن فنسميه ترانسديوسن. ترانسديوسن ده البروتين بتاع الاستراكشن. طب الميتالودوكسين 2 اللي اتكون اثناء البليتشنج احنا قلنا ان ليه اكشن معين. ايه الاكشن ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الترانسلوسنت ان اكتف ومين المولكيول اللي مطلوب لتنشيطه؟ الميتالوكسين 2. يبقى الميتالوكسين 2 هينشط الترانسلوسنت. الترانسلوسنت ده هناخد بقى الكلام ده في الاندوكراين. في عندنا مجموعه بروتينات في الخليه بتبقى لينكد مرتبطه بالجي بروتين يعني الشغل بتاعها متعلق ب متعلق بالجوانيدين. عارفين ادمين جوانين؟ الجوانيدين دي هي جي مواد مجموعات كيميائيه الجوانين والجوانيدين. عشان كده بتتسمى جي بروتين اللي هي اللي هتشتغل على الجي تي بي والجي دي بي والجي ام بي وهكذا. فبتتسمى كده جي بروتين. انا بعدها حصه كامله في الدكتور ان شاء الله. يعني اول حصه في الدكتور. بس انا عرفت كلمه بس ان الترانسدوسين ده احد الجي بروتين ده انه بيشتغل متعلق الميكانيزم بتاعه بالسبايك الجي ان بي. طيب الترانسدوسين هيبدا ينشط انزيم. الانزيم ده اسمه فوسفوداي استريز. بعض الناس اللي ذاكرين كويس السنه اللي فاتت عارفين الكلام ده ان هم عارفين ان الفوسفوداي استريز ده الانزيم المسؤول عن تكسير السبايك الجي ان بي والسبايك الجي ان بي. يا بص القصه بقى ماشيه ازاي؟ سايكل جي ام بي هو اللي فاتح الصوديوم شانل. السايكل جي ام بي ليه مركب بيكسره اسمه فوسفودايل ستيل بس المركب ده مش اكتف. محتاج مين عشان ينشطه؟ ترانسدوس ينشطه ويشغله. الترانسدوس مش اكتف. محتاج مين؟ بيتا ودوكسين 2 اللي هو مش موجود بيتكون باللايت انرجي في الخطوه اللي اسمها كيميكال تشينجز او بيج. تمام؟ طيب لما تقفل السايكل جي ام بي لما تكسر الفوسفور يكسر السايكل جي ام بي ما انت كده قفلت السوليوشن. يتوقف الدارك دي بولارايزنج كارن فيحصل هايبر بولارايزيشن اللي هو من سنه 40 لسنه 70
طب يا دكتور هو هيبقى كام؟ سالب 40 هيبقى سالب 45 ولا سالب 50؟ هقول لك ده مش اكشن بوتنشال، ده لوكال ستيت. طب ليه ربنا خلق الريسبتور بوتنشال في الجزء والكون لوكال ستيت ما خلقوش اكشن بوتنشال من الاول؟ لان الاكشن بوتنشال حاجه واحده. هقول لك والله ان سالب 40 ما وصلت سالب مثلا 60 خلاص ده ستيشن بتكون اكشن بوتنشال وهو حاجه واحده انتهت. في الحاله دي مش هنقدر نميز قوه الضوء. لكن عشان يبقى في تضارب على حسب قوة الضوء اللي حصل التأثير ده هيحصل هيخليني سالب 45 لو ضوء أقوى سالب 50 سالب 60 سالب 70 يبقى على حسب يبقى من سالب 40 لسالب 70 ديبندنج على اللايت انتنسيتي وده أحد الميكانيزمات اللي الإنسان بيقدر يميز اللايت إيه انتنسيتي قوته قد إيه. طيب إيه تأثير الهايبر بولاريزيشن ده؟ اتفقنا إن إحنا الديبولاريزيشن اللي هو الاستيميوليشن في الجسم كله بيحصل في الفوتو ريسبتورز في الدارك اللي هو هتلاقي عدم الاستيميوليشن. لكن الاستيميوليشن هيعمل هايبر بولاريزيشن وده اللي باكد ده الاستثناء الوحيد في الجسم حتى هذه اللحظه. عشان كده تعالى انت بتسال السؤال ده وانت مش عارف انك انت الاستيميوليشن فين. هو دخلت في الشغل بلاش هسالك ايه؟ هقول لي هو ايه الاستثناء الوحيد في الهايبر بولاريزيشن والاستيميوليشن؟ فانت مش عارف تشكك ايه يبقى ده ده كده ده نوت ولا ده نوت ولا ايه بالظبط؟ لا مش هتفهم يبقى الامور تبقى تربح شويه خلاص؟ فلو سالت هو ليه مفيش استثناء تاني؟ الهايبر بولاريزيشن هتقول لي الاستيمولس للفوتو ريسبتور ليه؟ عشان عارف مش بعمل حاجه ازاي. طب ليه بقى الناس تحب تتامل؟ الكلام كله فلسفه يعني كلها نظريات. يعني مثلا اقول لك النظريه اللي اغلب الناس بيقولوا يقول لك انت عندك الجسم في اغلب الوقت العضلات مثلا والاعصاب في حاله استيميوليشن ولا حاله انهيبيشن؟ يعني انت في اخر الوقت حاله الهيبيشن اللي هي الهايبر بولاريزيشن ولما تبقى ستيميوليتد تبقى دي بولاريزيشن. طب السؤال بقى الكون والوضو عموما يعني اغلب الوقت في حاله ستيميوليشن ولا الهيبيشن؟ في حاله بايظ على كده يعني اغلب الوقت برضه اغلب الوقت حاله بايظ زي الجسم. كلام فلسفه عايز تقتنع بيه تقتنع مش عارف ايه شويه كلام كده ايه محاوله لتفسير اشمعنى الجزء ده هو الهايبر. والله لو في راي ثاني عند سيادتك اسمع في نظريه انت تقدر تقولها والله قالوا ده لو حد عنده نظريه يقول لي انا بقى رايي انه ما عادش ده هو الفرق عشان كده خلاص. انا اقول لك لما اقول لك في نظريه يعني قالت يعني الناس كلها مش متفق عليها ممكن مؤمن ماشي بقصه النظريه انا متهم بجيش يعني ممكن كده ممكن متهم بجيش شكله عشان بيجي عليه لو دخلت سالت بقى في حاجه فيوري كلها مش نظريه لكن عموما يبقى انت من حقك تقتنع او يعني لو في كده شويه ناس بتتفرج عليهم مع بعض ممكن مش كلهم يتفقوا عليا يقول لك لا يا رب انا اقول لك كان فاضي ولا دي حاجه تانيه. المهم الجلوتامين دلوقتي مع الهايبر بولاريزيشن الدي بولاريزيشن كان بيطلع جلوتامين يبقى الهايبر بولاريزيشن هيقلل طلوع الجلوتامين صح؟ طيب يحصل اكزايتيشن ولا انهيبيشن؟ اقول لك والله على حسب. ما هو الجلوتاميت ده يا اما يكون اصلا انهيبيتوري على الخليه والاكزايتاتوري على اللي حواليها. فلما انت قللت طلوع الجلوتاميت عملت ايه في الخليه دي؟ انهيبيشن اوف انهيبيشن يساوي انهيبيشن. وعملت ايه في الخلايا اللي حواليها؟ انهيبيشن اوف ستيميوليشن يساوي انهيبيشن. طب ما النتيجه النهائيه انك انت شغلت خليه وعملت انهيبيشن الاثنين اللي حواليك مش ده برضه زي اللاتر انهيبيشن؟ يبقى الشاربنج اوف انهيبيشن بيحصل على الجسم على مستويين يا اما الهوريزونتال سيلز دي خليه لوحدها دي وظيفتها يا هوريزونتال سيلز تعالي انت وظيفتك انه لما خليه تشتغل انت تيجي على اللي حواليها وتعملها انهيبيشن يا اما البروتوبيست نفسه قال لك بص بقى انا هساعد الهوريزونتال سيلز مش كده لوحدها وانا بشتغل هخلي بالي ان انا لو اكزايتاتوري على خليه هبقى انهيبيتوري على اللي حواليه. طب تخيل كده انك انت عملت بص المنظر ده كده انهيبيشن اوف اكزايتيشن يساوي انهيبيشن. طب انت عملت هنا انهيبيشن للجلوتامين انهيبيشن اوف انهيبيشن يساوي اكزايتيشن. يبقى انت احتفظت بخاصيه انك انت بتعمل ستيميوليشن لريسبتورز معينه وما بينها واحده ان ستيميوليت فده يساعد على الشارتنج اوف ستيميوليشن اللي هو الاكوت فيجن. هنكمل الكلام ده اسم معلش هنغير الاسم بتاعه هو شبه الداتا انهبيشن وعلى فكره هتلاقي مكتوب احنا دلوقتي عند الحته اللي بتقول الاورجنايزيشن اوف ذا سيكس سيد اوف جانجل طب هي مكتوبه على الجانجل بس هي على كل المستويات بايبولا والجانجل على فكره
كده مش عايز يعني انا عايز اقول الباي بولر والجاي. بص معايا القصه احنا بنرسمها من اول ما بدانا نرسم موضوع الانجليشن ده بنرسمها تو دايمنشن. تو دايمنشن يعني زي ما احنا بنقول كده ادي خليه انفايتد تبدا تعمل انهبيشن للخليه اللي جنبها. هي القصه مش كده، هو جوه الجسم الريتنا مش تو دايمنشن مش بوز زي الريتنا كوره او يعني اي بول كوره 3 دايمنشن بتاعته يبقى مش دايره. ايه الفرق بين الدايره التاكل والسفير؟ الدايره 2 دايمنشن السفير 3 دايمنشن. يبقى القصه جوه الجسم 3 دايمنشن. يبقى هو مش موضوع الخليه اللي جنبها يعني يمين وشمال، لا ده اللي حواليها كلها. تخيل ان احنا بنرسم بقى الناس اللي عندها تخيل احنا بنرسم كده كده على قدام البورد كده وبنرسم خلايا لفه وراجعه بقى ورا البورد كده ورا الايه؟ ورا الاسنان. يبقى ما بقتش بقى لبلب بس ده بقت في واحده في السنتر وفي نيورون في السراوندنج ليها. فاحنا بس هنعقد الموضوع شويه هنسمي اللي في السنتر دي اون اشتغل وهنسمي اللي حواليها ده اوف الطب. فلما تيجي تعمل استيميشن بنقطه ثانيه بقى هنا لتون ثانيه يبقى في النص في حاجات عن استيميشن. او العكس لو البروتامين بقى العكس ان هو اون على السنتر هيبقى اوف على السراوندنج، او العكس اوف على السنتر هيبقى اون على السراوندنج. فيبدا دايما تحتفظ بالايه؟ بالاورجنايزيشن بتاع الاون اوف نوبلا اللي هو زي موضوع اللابلاب انهبيشن. تمام؟ هتبدا الايربس كده خلاص استقبلت الصوره من الود او تول بطريقه معينه وحافظت على الشارب فيجن. تبدا جوه الجانجليون سيل يبدا الكلام ده يتحول الى اكشن بوتنشال. يبقى انت خلاص ميزت كل الانتيريز دي اتحول الى اكشن بوتنشال. يبدا يروح بقى في الاوبتيك نيرف يروح للبرين. يبقى هو ده كده الفيجن بتاعنا. ويبقى ده انا عايز اقول لك دي حاجات لا 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 الامتحان مين يقول لي السؤال؟ السؤال الطويل كده اللي احنا عاملين اشتغل فيه النهارده. ما قالتليش. بص احنا رجعنا فين؟ كام؟ عن صفحة 22 عند كلمة طاي وكان ده يا جماعه موضوع الشيخ احنا بنعمله النهارده ده عامل اوضاع خلينا نروح حافظين طبعا كتبنا عن صفحه انا صفحه 18 سؤال جاي جاي احتمال الاوتوزيشن كبير جدا واكيد عليك اكيد عليك الاورال لو دخلت لك هيتقلق في الشكل ده اكيد هيبقى سبايدر مثلا فعلا مثلا ليمز مش عارف ايه اوز ديتراكشن الحاجات المشهوره في الاورال سيكال اوتوماتيك ابريشن مشهوره جدا في الاورال ولازم لما تدخل فيلم في سبايدر اقول لي بقى الفوتو بتبقى تبقى ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ تبدا تقول كده الخطوات اللي هو بقى يركز على الحاجات في النوت حسب بقى اللجنه تمام؟ تعالى بقى نشوف الخطوات ايه هي بالظبط بسرعه جدا انا هقول مره وبعد كده الفوتو ريسبتور مش عايز بقى فوتو يا محمد يلا يا محمد ومحمد علي يلا عشان ده بيقول لنا السؤال ده محمد سامي ومحمد علي انت عايز ايه يعني الفوتو ريسبتور بوتنشال يعني بتمنع الترانسميشن بتاعتها اللي هو ريسبتور ريسبونس تو لايت اللي هو فوتو ترانسدكشن كل ده نفس الصيغه بس مش فاهم كنت معشوق ان هو بيستغل صح؟
هو الشباب اللي يقول لك يعني احنا استحملنا ال يعني هو هنقول تاني مش هنقول تاني يعني بس دلوقتي احنا يعني في السنه اللي فاتت كان غير محمد برضه احنا دلوقتي نقول احنا ده حاجه اكبر من دي بتتكلم ما تعرفش الماتش يعني المهم خد كده الشيف اللي هي الفيشن بعد كده الابلكيشن خد الخصم ده اللي هو الالكترونيك ريسبونس واللينك ما بينهم يعني ايه اللي يوصل ما بينهم فين واخر حاجه السيجنال ترانسميشن تعال شوف لو انت خدت بالك معايا احنا عندنا هيحصل لوكال ريسبونس هيحصل لوكال ريسبونس هايبر بولاريزيشن في الفوتوريسبتور برضه يكون هيتحول الى كيميكال ترانسميتر على حسب الانتنس بتاعت اللايت ثم البولار سيل اللي هي هتاثر على الجانجل سيل اول واحده هتحول الاكشن بوزيشن الجانجل سيل الاكشن بوزيشن بيحصل في الجانجل وبعض الامكلاين ممكن الامكلاين تطلع اكشن بوزيشن ولكن كمستوى الخلايا الاصليه فوتوريسبتور بعدها بالبولار بعدها جانجل تمام يبقى ده الالكترونيك ترانسدكشن او الالكترونيك ترانسدكشن طيب تعال نشوف بقى اللايت انرجي المركب اسمه ايه؟ رودوكسن. رودوكسن باللايت انرجي في بيكو سكند هيبقى برضه يومي متى رودوكسن 1 متى رودوكسن 2. خلال ثانيه هيتولد متى رودوكسن 1 اسمه ايه؟ تالم احفظ المتى رودوكسن 2 ده هو الاكتف فور. طيب يفرق ايه المتى رودوكسن 2 عن الرودوكسن؟ ان المركب اللي فيه كلوروفور بار مش 11 كيلو جرام. ده قلت لابس جرام. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بص معايا بقى الصوره في عندنا في البايو حاجه اسمها الاوبتيكال او الجيومتريك الجوريزم انك انت عندك دول نفس المركب نفس المركب لو انت كتبت الفورمولا اللي بتلعبه على ورق ما اعرفش اقول لك ده كيف ولا لا ولكن لو بصيت عليه اقول لك لا ده في واحد كيرف شكله فراغي الثري دايمنشن بتاعه قاعدين هو اللي تبقى يطلع بايو كمان التيرشن بتاعه اللي هو اللي هو في كلايمر بتاعه بيكون ايه لكن التيرشن بتاعه هو شكله ايه الفراغي تمام يبقى في حاجه اسمها اوبتيكال او جيومتريك ايزومريك تمام في صور كتيره بقى عشان نتخيلها ادي هو اوريدي ستريت ده كيرف عشان كده قلنا سي مع سي عامل حرف سي كده كيرف سي فور نفس القصه تاني اهو كل ده نفس الصوره نفس الحاجه لو انت قلت لك كان معنى التركيب الكيميائي هو هو هتكتب الوجود دي هي ايه لكن ده كيرف يبقى ده سي فور طيب يبقى كده هتلاقي عندك وقت امتحان ووقت عن طريق الايزوليشن فاليو يبقى هقول معلومه يبقى الايزوليشن ده بيشتغل في الدارك بس صح ولا غلط؟ ولا طبعا ده انت فينك ملوش دعوه اشتغل في اللايف والدارك بس في اللايف زي ما يكون مش شغال لان هو هيكون الروك وسرعه اللايف ايه اللي حلله الى طاقه يومي بتاع خلاص كده خلص الكيميكال تشين ده اول تشين هتلاقي بقى موضوع الفيتامين ايه مكتوب وايه دوره هو الريتينول او الالكوهول فور لو بيتغير بيدي هيدروجين يدي الريتينول تمام طيب دي الخطوه الاولانيه تعال اخش على الخطوه الثانيه اللي هي الكهرباء اللي هي الرسمه دي الرسمه دي انا عارف كل بص الورقه حتى ورقه الامتحان ورقه فيها رسمه طب اللي احنا قايلينه ده فوتوريسبت عباره عن اوتر سيجمنت فيها الفوتو فيجمنت وفيها الجلوتامين هيتكون تحت في انر سيجمنت فيها المالتي كوندري وبعد كده النيوكليوس وفي سيجمنت الباي باك تابع معايا واحده واحده من الانر سيجمنت في الصوديوم في مالتي كوندري هتولد اي تي بي الاي تي بي شغل البامب الصوديوم بامب تطلع الصوديوم لبره اكسترا سيلول يبدا يزداد تركيز الصوديوم اكسترا سيلول فيعمل ديفيوجن
فيبدأ يتحرك من الاكسترا سيلولر الى الانسايد بعد الاوتر سيلولر. طب اشمعنى الانسايد بعد الاوتر سيلولر؟ لان هنا في شنك، يبقى ربنا خلق البنك في الانر سيلولر والشنك في الاوتر سيلولر. الشنك مفتوحة، يبدا الصوديوم يخش من الشنك. ايه اللي فتح الشنك دي؟ هتلاقي مكتوب عندك فوق او فوق ده سايكل جي ام بي جيتد صوديوم شنك. سايكل جي ام بي جيتد صوديوم شنك، يبدا الصوديوم يخش فيغير من ثالث 70 يعمل ديبولاريزيشن لغايه ثاني 40. دي اسمها الدارك كارد مكتوبه في مربع او ديبولاريزيشن. يبقى الدي مع الدي، يبقى اثناء الدارك اثناء الحاله ستيميوليشن او الانيبيشن هو ده الموضوع اللي ايه اللي بيحصل ديبولاريزيشن. يطلع جلوتامين، الجلوتامين هيتحرك هيديفيوز لغايه لما يوصل للسايناتيك بادي تحت، هتلاقي السهم نقص ويرجع يطلع الجلوتامين. الجلوتامين ده يعمل ستيميوليشن ولا انيميشن؟ حسب اللي هي الظاهره بقى اللي هنسميها اون اوف فينومين، اللي هو يبقى اكسايتاتوري لمكان والعكس بتاعه، او اللي بيجي المكان والعكس بتاعه على التداوم، يبقى السنتر غير التداوم حضر. وبعد كده وبعد كده اجابته ان القصه في دايمنشن. يعني هتلاقي في وسط الخلايا دي برضه خلايا ثانيه في وسطها، يعني مش على الكتف، لكن الكون فيه الملايين. حتى لو كنت مش على الكيس ده وفي برضه ما بينه كل خليه من دول هي ثانيه فيها التداوم بتاعها. مش انت فاهم قصدي؟ مش انت فاهم لو كانت تمام وانت فاهم ولا 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 والله دي مش خلاص برضه. احنا ما بنتكلمش على يعني مثلا اقول لك طب لحظه بقى مش كده، معنى كده ان انا في نقطه في الجين مش هشوفها؟ لا يا حبيبي، لا مش كده، مش كده. انت الكون دي معمول بريميشن مش هنشوف بيها، دي هدفها ان انا اتعرف البريك ان في نقطه منفصله. النقطه الثانيه في الجين انت هتشوفها كون ثاني او بيقول لك ثاني او جاي من ثاني. يا بص ادي الخليه دي هنا خلاص، قول الله. يعني في بقى نقطه في الجين اللي جايه هنا مش شغاله. لا القصه مش كده، الخليه دي شغاله مواليات نقطه معينه دي انهبت، وفي بقى كون ثانيه بقى على يعني مثلا دي كده بقت سنتر، يعني دي سراوندنج بالنسبه لي، لكن دي سنتر بالنسبه للسراوندنج تحت. تمام، فالسراوندنج هتستقبل نقطه ثانيه في الجين هشوف فيها انها ستيميليشن، ودي حواليها انهبيشن اوف انهبيشن. يبقى بالتالي شفت النقطتين دول نقطتين ولا نقطه واحده؟ نقطتين. ده كان في الشرط بتاع التشريع. تمام؟ والله والله احنا ورثت الواقع حتى في الاخر. بالتالي كل ده بس يعني ما حدش بيتكلم الشغل. انا هقول لك بس محفوظه برضه على موضوع الاوضه اوف. موضوع الاوضه اوف لغايه دلوقتي على فكره نظريه. على في ناس اتطلبت دلوقتي انا عملت زي ما يعني في نظريه، يعني في ناس مش مطلع عليها. هتلاقي الجامعات في مصر هنا ما بتجلسهاش خالص، تقول لك ده كلام فاضي يعني. في بقى يعني مثلا الازهر مثلا عندنا، الازهر لو انت في البيت لو مش هتنسى الازهر كده هتلاقي يقول لك دي السؤال خلص عند موضوع الايه؟ السيجنال ترانزيشن. يقول لك يقول لك ده كلام فاضي، سيبك منه ولا يكون كده موجود. وعندنا في القصر العيني في ناس بقول لك لا الكلام ده نظريه ولا مش مقتنع بيه. بس يعني دلوقتي انت لسه طالب. وللاسف الشديد جزء من المنهج. فمش هتقول بقى والله انا مش مقتنع او مقتنع، لا يعني الا عليك ما انا هتعرف. يعني هتلاقي الناس اللي بيقول لك احنا مش مقتنعين بالنظريه عندنا واحنا اساتذه من بعض، لكن الامتحان الشفوي انت قالك اقول يا ابني قول اوف النظريه عادي خالص. قول المنهج العادي. تمام؟ فهي نظريه وعايزه تخيل، بس هي يعني شبه مثبته يعني خلاص. يعني اغلب الناس دلوقتي مقتنعين ان البروتين بيساهم موضوع الاون اوف فينومينا بطريقه شبه اللي فاتت دي. خلاص؟ طيب ايه اللي معايا دلوقتي؟ على ايه؟ يعني الكلام ده طلع كمية معينة من كلمة ترانسميشن، طب الكلام ده هيتغير عشان لايف، فالكمية هتتغير، البوتنشال هيتغير، ده هو التغير اللي أنا بشوف صورة لايف وديت. طيب، إيه ده معايا ده؟
كده خلص الخبر من الاثنين. اقولها تاني بسرعه، الى السيجمنت بيطلع صوديوم، الصوديوم بيديفيوز عن طريق فايت الجي بي جاز وكيد الصوديوم شايف يخش جوه الخليه يتغير من ثالث ثانيه لثانيه وجايين، ده ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن يطلع جلوتامين، الجلوتامين بيزيد جوه الخليه يتحرك ويطلع من السيجمنت بلد تحت خالص، ده ياثر على البيبولا كود اللي هي برضه بتطلع الجلوتامين بتاثر على الجانجيون تيب. اكزايزيشن او انهبيشن على حسب الاون اوف. طيب انا مش لازم على الورقه الخطوه الثانيه اللي هي بقى اللينك، ليه؟ في نفس الوقت اكتب عليها بقى كده فوق كده هوم وورك واجب. هنبدا اهو نعمل واجب، واحنا مش واجب هتعمل ايه بقى؟ الميتال اوبس 2 هيعمل ايه على الرسمه دي؟ دي شكل ولا شفوي كده؟ انت بقى هتبتدي الميتال اوبس 2 هينشط جي بروتين. يعني ايه جي بروتين؟ يعني بيشتغل على الجوانوزين نيوكليوتايد. اسمه البروتين بتاع الترانزكشن. طب قول ترانزكشن، الترانزكشن ده هينشط فوسفودايت فيز. الفوسفودايت فيز اللي بيكسر الفايت اللي هو فاتح الشن، يبقى الشن اتقفلت، يبقى الدين بولاريزيشن توقف، يبقى حصل هايبر بولاريزيشن في حاله اللايف وغير التمرح. الهايبر بولاريزيشن بيقلل طلوع البروتين. طب لو كان الجلوتامين اكثر انهبيتوري على السنتر واكسبيتاتوري على السراوند يحصل العكس، يبقى يحصل اكسبيتيشن في السنتر اون واوف سراوند، او بقى العكس لو كان الجلوتامين اكسبيتاتوري انهبيتوري تحصل ظاهره الرسمه اللي مكتوبه في الموضوع الكتاب دي، انك انت لو عملت اون سنتر اوف سراوند او اوف سنتر اون سراوند. واحنا قلنا طب دي مفهومه، السؤال بتاع عمر دي مفهومه، لكن دي انا مش فاهمها. بقول ريسك وريسك ده احنا بنتكلم على الخليه، ودي الخليه كمثال. دول بقى كل خليه هي سنتر بقى لوحدها في حواليها الخليه بتاعتها السراوند بتاعها، تمام؟ يبقى احنا بناخد مثال نقطه في الفيل ازاي هتشوفها واضحه، انك انت لو عملت اون سنتر تعمل اوف سراوند، ولو عملت اوف سنتر تعمل اون سراوند. الكلام ده على مستوى البايبولا وعلى مستوى الجانجليون. على مستوى الجانجل يبدا الريسبتور بوتنشال يوصل للريسبتور معين، يتحول في الجانجل لاكشن بوتنشال، ويبدا يبقى ترانسفيرنس في اوبتيك نيرف من روح لغايه البرين. يبقى كده انتهى موضوع الفوتو ترانسفيرنس. والحته الجايه ان شاء الله هنقول بقى دي وصوت هو البرين بيتعامل ازاي مع الكلام ده، ده مش موضوع دلوقتي. يبقى انتهى موضوع اسمه الفوتو ترانسفيرنس. كتبنا هوم ورك على الورقه دي، هترسم عليها انت بنفسك ايه اللي بيحصل بقى مع الميتال روش 2. قدامنا خمس دقائق بالظبط امتحان من 5 مينت، نوت مور ذان 5 مينت. ايوه انا هشوف الامل، هشوف الامل، لو عملت حاجه الشبه اللي